الويدجت بليس هولدر بتعمل شكل زي كده، تحجز لي مكان. عادة مثلا لو أنا عايز أعمل أبلود لصورة ولا لحاجة هنا، فحصل مشكلة أو ما حصل لي أبلود، فبضع بليس هولدر في المكان أو بحجز بيه مكان. فالبليس هولدر هي بس بكتب كلمة بليس هولدر، وممكن أحدد الدايمنشن حقها جوا كونتينر، فبتملى الكونتينر. مثلا هنا هي البليس هولدر الموجودة كتشايلد للكونتينر، دي بليس هولدر بدون أي بارامترز بدون أي حاجة، هي تشايلد لكونتينر، والكونتينر 200 في 200، فالبليس هولدر بتظهر في المساحة 200 في 200 دي جوا الكونتينر، ولأنه الكونتينر تشايلد لسنتر فهتكون كل الحاجة دي تظهر في النص سنتر. هنشوف الكود حقها هنا نفسه، دايما في بودي بنبدأ الكود من بودي، الباقي بنخليه زي ما هو. عندي سنتر وعندي الكونتينر وعندي البليس هولدر وعندي المخرج حقها هذا. ممكن اعدل فيها مثلا، لو عدلت في الدايمنشن نشوف هل بتأثر. لو عدلت في الدايمنشن بتاعت الكونتينر مثلا عملتها 100 في 100، عملت رن مرة تانية، نشوف النتيجة هتكون شنو. تاخد وقت دايما، عشان كده انا اخليه شغال عند الشرح. المفروض تصل عندي هنا، بعدين المخرج هذا البليس هولدر الآن حجمه بقى صغير، أصغر لأنه 100 في 100. ليه؟ معناه هو بيظهر بيملى الكونتينر حسب حجمها.